Top Secret. صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا من لبنان ومن أستراليا ومن وين ما كان. أنا في Top Secret ما حدا بيعرفوا عني. ما بعرف إذا لبنان كله بيعرفوا أنا ما معي خبر. بدي أخبركم إنه أنا وصغيرة بسوق ومعي سيارة، بس من أنا وبسوق ما بحب السواقة أبدا. يعني بفضل دايما إنه حدا يسوق لي سيارتي ويسوق فيني وين ما روح وين ما أجي. ثاني شيء ما بعرف أرجع أنا ريار، يعني بصف أوقات بنص الطريق لأنه بيكون مضطر أني أرجع أنا ريار وبخلي حدا يسوق سيارتي لورا، أحسن ما أضرب بحدا أو أحسن ما أفوت بالحيط. ثالث شيء بيني وبينكم، أنا لقدام سواقاتي كمان مش كتير منيح، يعني ما بعرف كيف مسلميني سيارة، يمكن ما لازم أستلم سيارة بالأساس. Top Secret، أتمنى لكم نهار كتير حلو. باي.